بعدين يا عبادي معلم طول، وانا بقالي ساعة قاعد وهو جوه في المخزن مش باين له طلوع. حاضر، على بال ما اعمل لجنابك فنجان القهوة السادة اللي هتشربه على روحك. انا هخش للمعلم واقول له المعلم خليفة مزمزق من ركنته بره وعايز يدخل لك. الله 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 الله، جرالك يا حزين؟ ما بقاش الا انت يا عرباجي هتتمالت عليا. وطي صوتك يا فتوة وخد مني عبرة. عبادي جدي فين؟ الله، انت اتأخرت كده ليه يا معلم؟ المعلم الكبير مستنيك جوه. ابسط يا عم، داخل على طحان الكبير وطحان الصغير الله يرحمك، ويطحن الطوبة اللي هتقعد تحت راسك. فخص عليك وعلى بوزك الفقري. جدي جدي اصحى، جدي جدي ايه اللي اخرك كده؟ اعمل ايه بس يا جدي؟ العمال حالهم ملخبط في وكاله مصر عتيق، غلبوني على بال ما رتبت لهم الشغل. انت لو مالي هدومك كان الشغل ترتب وانت نام في فرشتك. مد ايدك هات، قومني. اوي اجمد يا هات اجمد. قوم يا طربوش، قوم يا خايب. هو الطور وعال عصفوره. ما انت اللي ضحكت عليا. قوم هات، قوم عز نبوتك اجس قوتك. علمك هات. تعلمني يا جدي، انت عايزني ارفع نبوتي في وشك؟ علامه افري، علامه. تعمل زي انا ما بعمل يا جدي. ابويا لو سمع الكلام ده هيكسر عظم ابويا. صوت ده انت بتضرب؟ بتضرب ولا ايه؟ هات ما تخافش، امسك عصايتك هات. لا يا عم مش لاعب، لحسن اغلط فيك تروح تقول لابويا. خرب بيتك وبيت ابوك. ورات علي طحاني، انا خليفه. ادخل يا زفت. امورنا يا معلم. انت عايز ايه يا هات؟ مش عارف، قالوا لي انك انت طالبني. صحيح، انا فاكر ان انا كنت عايز اكسر دماغك، مش عارف ليه. انت عملت ايه يا هات؟ انا ما عملتش حاجه يا معلم. ايوه بس انا فاكر انك اتسببت في عامله سودة. عملت ايه دي يا معلم؟ انت بترد على المعلم يا ده انت نهارك ازرق ازرق ازرق. بس اعرف انا عملت ايه بس؟ عشان لمطتك وطولت لسانك دي هتتضرب. شوف شغلك يا معلم. ما يصحش تشيل فتوانا تتهز هيبتها، تتمردي الحارة تبقى لروحها جابتها، وهو تضرب السايب. عليكم ايه ده؟ مين اللي بياكلها جوه ده؟ انت كنت فين يا منيل؟ ده المعلم عرامي بيدور عليك بمنكاش. ده صوت خليف. هو عمل ايه يا عبادي؟ هو يعني لازم يعمل، اهو نصيبه كده والسلام بقى. كفايه فاري، الواد خلص في ايديك. خليفه؟ خليفه مين ده؟ خليفه ده يبقى دراع ابوها اليمين، والواد مرزوق قال لي انه ما بيرفضلوش طلب. يا راجل يا راجل تبقى صابر صابر، والاخر تودي نفسك في داهيه، يعني تاخد اذن من حفظ افندي عشان تستاذن من الدنيا كلها. يا عبد العظيم يا اخويا، الانسان لازم يجرب الشجاعه ولو مره واحده في حياته. وبعدين يا اخي انا نيتي خير وقاصد خير. ما تنساش ان انا موظف حكومي وليا مرتبي المحترم. ما تنساش كمان اني متريش. متريش ايه ومرتب ايه؟ ده انت مرتبك كله ما يجيش قد صبي ولا صنايعي في وكاله ابوه، في اصغر وكاله عنده. ما هو اللي انت ما تعرفوش برضو يا عبد العظيم افندي، ان الناس الجهله دول بينظروا لموظف الحكومه نظره مختلفه خالص. وبعدين اطمن، الواد مرزوق طمني وقال لي انه مالي ايده من الموافقه. بس انا يا صاحبي بقى ما انصحكش بالحكايه دي،
لانهم ناس مش سهلين. ما هو انت كمان يا عبد العظيم ما شفتش ناجيه. ده انت لو شفت ناجيه ده انت هتبيع حياتك كلها وبنفس راضيه، وبكره ولا بعده هسمعك خبر يدهشك. طب قول لي بقى، هتدي خبر لعمك واخوالك؟ طبعا، خصوصا بعد اللي حصل لعمي ده ما اقدرش ما اعزموش يعني. خلاص يبقى اقول لك كده مبروك مقدما يا حسن. حسن افندي انور يا عبد العظيم افندي. العراب يا ابويا. يا معلم. يا سيدي. اتفضل يا سيدي. معلمين. قاعد مع الوليه؟ طبعا. ما اولادك كلهم خلفتهم ولاية. طب وانا هعمل ايه بس يابا؟ ده كله بتاع ربنا، واحد الله. انا موحده من قبل ما اشوفك. جاتك الهم فيك وفي ولادك وفي خلفتهم اللي تجيب العار. من بكره تشوف نتايه تانية للواد طحان. ما هو طالع فقري زي ابوه. لا اله الا الله. وانا هعمل ايه بس؟ ايوه انا كمان مهموم. انما ده دي إرادة ربنا، هنعترض على ربنا عايزه يعني ولا إيه؟ ولا يهمك، أبوك بكرة بكتير وهينسى اللي هو قاله. ينسى إيه بس؟ ما هو أنتِ ما تعرفيش أبويا، ده لو كبرت معاه هيشد الواد ابنك من ودانه ويجوزه غصب عنه. ولا يشدك أنت وتعملوا كل اللي كان نفسكوا فيه. بقى ده كلام، يعني عايزاني أخلف أبويا وهو في السن دوت وأخليه يغضب يعني؟ قصدك إيه يا معلم؟ ما ينفعش ان انا ازعل ابويا واغضب ربنا كده يا عرام. يا بنت انت صدقت ولا ايه؟ ده انا بهزر معاكي. وانا لو عايز اعملها وعايز اتجوز ما كنت عملتها من زمان، من 30 سنه وكان على يدك. ما تعملها، هو انا يهمني؟ الله الله، انت زعلت بجد ولا ايه؟ ايوه زعلت، ابعد عني كده. وانا اقول لها ما تضايقيش نفسك، انا هنزل اروح ابدل اللي اعمل بالتعديلات، لا شكلها النهارده يقوم من نفسي يعني من زعلها. صلبت بقى بعدلات وامشي من غير ما تصالحني.